في جماعة التبليغ والذهاب معهم كمبتدئ لوجود بعض الأخطاء. أبك الله. طيب، هل لهذه الجماعة تأثير في هداية الناس؟ هداية الناس؟ اسمع، ما أسألك هل عندها بدعة ولا لا، أسألك هل لها تأثير في هداية الناس أو لا؟ لا. ها؟ لا، هذا تكذيب بالواقع، كلامك هذا تكذيب بالواقع، والواقع أن لها تأثيرا عظيما في هداية الناس. كم من فاسق صار مستقيم، وكم من كافر أسلم، هذا شيء ما ينكر أحد إلا من اتخذ منهم موقفا معينا، فإن الحسنات تكون سيئات، وهذا معروف كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ. حدثني من أثق به عن شخص لا أثق به إلا في هذه القضية، كان له ابن أخت فاسقا فاجرا، ما من معصية ذكرت إلا ذكرها، مظلم الوجه، سيء الملكة. يقول: في يوم من الأيام فقدنا هذا الرجل، بقي 15 يوم أو أكثر أو أقل، يعني حوالي هذا، فقلنا لعل الله أتى بسائق مجنون ودعسه الله، لأنه يقول أنت من يموت. يقول بعد مدة وفي ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر رجل يقرع الباب، أن يقول من الخال، يعني هذا ابن أخته، يقرع الباب: سلام عليكم. والرجل هذا الله لا يبلعنا، وش هم طوع اللي جانا في هالوقت والناس نميل، سلام عليكم سلام عليكم. شفته ملزم، قلت ادخل، لعل الباب لم ينفتح، فقام فتح الباب، وإذا بالرجل البهي المنور وجهه الملتحي: وش أنت؟ قال: أنا ابن أختك. قال: وله عده ما هو، رح وراك بس ما انتبه، ما انتبه لدخلك. قال: أنا ابن أختك. تبع ابنك الآن حجر البيت وغرف البيت وحمامات البيت وأنواع الفرش في البيت، تعال، واضح يعرف. المهم انه قال ادخل، ودخل وقال له: وش اللي زلبك؟ عبارة عامية ورجال مهم، وش اللي زلبك لين صرت بهالحال هذا؟ قال: والله الحقيقة اني ما عرفت الدنيا ولا اني مخلوق الا بعد ما حصل. وش اللي حصل؟ قال: جاء نخرج منها جماعة التبليغ واتصلوا بي وقالوا: ادخل معنا بالمسجد، اسمع الذكر واسمع القرآن. يقول: ففعلت. ثم قالوا لي: اذهب للحمام وتغسل تنشر. يقول: فعلت. قالوا: عاد اخرج معنا. يقول: فخرجت، تسبيح قراءة قرآن وصلاة وإيثار وخدمة. تعجب، هل هذا عالم آخر غير عالمنا؟ يقول: فمشيت معهم وسبحان الله عرفت الآن أنني في الدنيا، استنار قلبي وهداني الله سبحان الله. وقصص كثيرة من هذا النوع أو قريب منه، فلهم تأثير بالغ. لكن هم فيهم مسألتان: المسألة الأولى الجهل، المسألة الأولى الجهل، ما عندهم علم،
قد يكون في أفراد منهم علم لكن غالبهم ما عندهم علم. الثاني ما يذكر من البدع في القوم الذين خارج البلاد السعودية، على أن هذا غير مسلم، لأنه فيه أناس من أهل القصيم ذهبوا إلى الأمكنة ذيك ويقولون والله ما رأينا شيء، بل كان الرجل يأتي منهم له 90 سنة ويخطب، يقول جاء رجل له 90 سنة وصلى المغرب وخطب إلى العشاء، وبعد صلاة العشاء خطب إلى قريب ثلث الليل وهو كبير السن، وكل كلامه ما فيه ما ينتقد. ولما انه انتهى جينا وسلمنا عليه، ولما عرفنا من السعودية جلس وقال الحقيقة نحن ما نريد إلا الحق، والواجب عليكم أنتم يا علماء السعودية إذا سمعتم عنا أي شيء بلغونا. فالحاصل أن الجماعة لا شك أن لهم تأثيرا بالغا في إصلاح القلوب واتجاهها، لكنهم يحتاجون إلى علم.